نخش بقى على المهم والملف الابرز، وطبعا فوز النادي الاهلي واستمرار لسلسله البطولات طبعا في تاريخ النادي الاهلي، وحاجه مشرفه. شفتوا ازاي اجواء المباراه؟ قبل ما نخش في تفاصيل كمان الفنيات، هل كنتم قاريين المشهد بهذا الشكل ولا لا؟ هبدا مع حضرتك كابتن صديق. هو طبعا المباراه الحدث ده بالذات، وزي ما الكابتن احمد تفضل، يعني اول مره بطوله في شهر رمضان. النادي الاهلي كان مستعد لها كويس جدا جدا، لان عامل حساب ومحترم فريق بيراميدز كويس جدا، وعارف امكانياتهم، وعندهم لعيبه كويسه جدا، وعندهم جهاز فني على مستوى عالي. فالنادي الاهلي بيركز في كل بطوله يخش فيها، بس الماتش ده بالذات كان مركز تركيز عالي جدا جدا من بدايه قبل المباراه واثناء المباراه، لان اثناء المباراه كان في سيناريوهات كتير وفي متغيرات اثناء الماتش، منهم لما الاهلي دخل فيه هدف، اي حته اي فريق تاني كان ممكن ييأس، وكان فاضل حوالي 18 دقيقه. النادي الاهلي كان عنده دوافع كبيره جدا ان يحقق البطوله الغاليه دي بعد ما حقق كاس السوبر قدام الزمالك، فدي يعتبر تاني بطوله مع نفس المدرب، رغم ان في اكتر من مدرب مشارك في الحدث قبل كده، كان موسيماني وفايلر على ما اعتقد في الادوار الاولانيه يعني. فمباراه كانت كبيره جدا للنادي الاهلي، وقدر يتفوق على بيراميدز بخبرات لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا جدا، بتظهر في المواقف اللي زي كده في المباريات الكبيره. فريق بيخش فيه هدف في وقت قليل جدا، طبعا في حاجه نقف عندها، جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي اكبر دافع واكبر يعني باور قوه غير عاديه. لعيبه النادي الاهلي لما يجي فيك الهدف والملعب كله الجماهير المتواجده بتشجع النادي الاهلي، والحماس العالي جدا جدا، اللعيبه بتاعه النادي الاهلي تحس ان هي يعني اكن لسه بدايه المباراه مش في اخر ربع ساعه. صحيح. فالحمد لله ان ربنا كرمنا برضو بالنتيجه بالمباراه، وقدرنا نرجع بعد 1-0 الهدف بتاع الكهرباء، هدف حمدي فتحي. المباراه شهدت تالق بعض اللعيبه، طبعا الفريق لما بيكسب الانجاز بتحسب للفريق كله، بس في ناس بتبقى مميزه اثناء اللقاء. انا بحيي حسين الشحات جدا جدا، لانه كان ليه دور بارز في المباراه دي بالذات، راجل اللي عمل اسيست في هدفين، شال هدف من على خط المرمى، وفي واحد تاني عمل انجاز بس برضه كان متداري لان الوقت كان لسه بدري، حمدي فتحي شال كره من على خط الجون واحرز هدف الفوز بتاع المباراه. فدي طبعا حاجه لعيبه النادي الاهلي معودين عليها، بيظهروا في الاوقات اللي هي الصعبه دي، وانجاز كبير جدا جدا، وزي ما كابتن احمد تفضل في شهر رمضان بطوله غاليه جدا جدا يعني.